أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى قربات الجنات. أما بعد، waxa ay halkan ka sii wadaynaa fadhiyadeenii aan ku sii fasireynay Qur'aanka Kariimka ah, taasoo aan ilaa hadda ku sii jirno Google xaarkii Qur'aanka tafsiirkiisa, amase hor dhac ahaan in aan u sii sheegno waxa uu yahay tafsiirku iyo sida aan halkan kal fadhiyadan uga sii wadi doono haddii Alla idmo. أرنتن أه مركز أن كد ذلك إن أي نقطة إن أن سمعي تفسير قرآن أه مركز وهريسي مت كدون مت كي أي وذا ده سمعي ده هرق سمعين يان ده يان أما وفد يان أها ترجمات القرآن كان كفسير كري أها لقبينتا أما أها سوغورينتا تفسير أي علماء هرق بحيان أكليا oo markaas oo san qofkaasi marnaba ku dhirinaynin in uu aayadaas macnaheeda intuu daqiiq u fahmo oo cilmiyada kale ku waafajiyo oo haddana soo bandhigo sida ay xaqiiqadeedu tahay. Marka taas aniga oo halkaas sii taabanaya inta aanan hadda bilaabin suuraddii ugu horreysay ee ahayd suuratu al-Faatixa, waxa weeyaan qur'aanku وحا اللي يرهدا القرآن ضوء للأحياء العقلاء البالغين ليخرجهم من الظلمات إلى أنوار العلم والمعرفة. أن سيداس بان مركو حرجينا القرآن كو وحا او يهي النل أما توش بوح او يهي دادك النول نول ابن آدم كا دادك سي ها هادن كو هري رميجي الرميسان المسلمين تا المؤمنين الرسمي لها أما ساها أهادين كوا آم بولي رومينين، لكن وحا ويهي توج توج كاس أي إفسانة يان وحا إفسانة يا كوا نول نول النفتي كو جرت هاد نول كوا دنتي ماهان كوا جر أهان نول لكن قلبي أهان أو دنسانة وحا وكو موتريا هاد بكواس أو نول نول أو محالي رادا كوا العقلاء عقلي دادك عقلي وصحيبك أمبق سيا، لكن دادك يرى هذا قرآنك يعقلي اللي يسمك كانو عقلي ملبك حرين ياي مركا هذا قرآنك ردينا كهذا عقلي ملبك حر تاس مركا ما أهن وكواس قرآنك ما بقى أهن كو وقسيا بس أبطا قرآنك وحلو سوء تجيي أما إسلام قرن بوحا وقسيا قفك شروطها اللو قبهن ياي ee oo markaas waajibaad ba qofku ku helayo waxa kamida in uu aqli leeyahay oo hadana baaliq yahay. Markaas qofkaasi marka uu aqli leeyahay oo hadana baaliq yahay, marka ayuu Qur'aanku wax u tarayaa iimaan markaas uu helayaa. Marka iimaanka helo oo Qur'aanka uu fahmo iimaan ahaan ku qanqa, marka kadib ayuu wuxuu awood u helayaa in uu ogaado Qur'aankan in uu hadii uu barto oo barto oo si fiican ay daacadahan uu barto, inuu markaas wixii uu ogaaday oo xaqaa uu ka ogaaday uu ummadda kale usoo bandhigo. Marka intaa uu qofku garto waxa uu noqonayaa qof waajibkiisa ka soo baxay. Haddii uu yiraahdo qofku marka mar walba Qur'aankii sida dab oo kale ayaan ku gubanaya oo ka baqayaa, waxay noqonaysaa qofkaasi in ay ujeeddo kale meesha ka dambeynayso oo ah in aan diintan qofna taabanin. Sidaa darteed dhaqanka ah diinta ha faragashanin waxa uu ka yimid la dagaalan maskax ku dagaalan ama ghazwul fikr waxa la dhaho, oo ah in dadkan maskaxda lagala dagaalamo oo la yiraahdo Qur'aankan ka baqa oo hataa maaragtay ha ka hadlinina oo waxba ka sheeginina ilaa in la helo qof markaas asagu inta keligiisku isaga dhiiranaada hadduu doonaba aqoontii aan lahayn laakiin dhar gooni uuna soo xirtay. Markaas ayaa Qur'aanku sidaas uu u yahay nalkaas, laakiin taa macnaheedu marka ma aan Qur'aankan iska daawo oo taabo oo dhunko oo intaa keliya oo xifdi
مال بوست حواس كترتر انت ما انت عمرك هذه النقطه وحن نقول نساقف قرانك امس ورقده كتابك هاي وكقرنا يجي عابدي انت والهي قرانك سوتك عابدي لها هذا ويلي او قف كستو مسلم له ان اصلا قرانك كون كان نقنن حجاب كاحق ربك قرانك سوتك إن أسن النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقنن حجاب كاحق إلهي وهذا مر البلاد هاي معناه مركي آخرتي إن أد إله توس وعابده أد كؤى القرآن كي تآذيسو كلية القرآن كي كؤى كانيسو القرآن كي هانتيس جريتان هانتيس كلية قيمها وكؤى كانيسو أما النبي كا معناه وينيمتيس كلية كؤى كاسبتو أو مركا أنا أد كسي حد كدبتو أد كارسيسا أود إلهي مركا وحاويان هعابدن قرآنك رسمي جيسا قرآن لحانتيسا هنا عابدن نبيجي كسو قارسيي لكن وحاد عابدا اللي هي وكجمي هلكا وحا مركا توساليه ونقنا يا مركا الله سبحانه وتعالى وقرآنك سكولي يعي لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ها أسجودنا الرحضة هنا أسجودنا ديحة لكن واحد أسجودان ربك يقع أبورتي مرك هالكاس القرآن كمرك قفك سيدا وفهمه وحا أقول إن أفهمه معاني ذي بوحدة القرآن كأه إن القرآن كو جاي أولاً معجز إنه جاي معجز إنه جاي منهج إنه جاي محكم إنه جاي منجم إنه جاي مبدأ إنه جاي ميثاق إنه جاي مقدس إنه جاي معلم إنه جاي منور إنه جاي مبشر إنه جاي منذر أنت أصلاً بالأغاني يا تاس مركو كو أصدق نفسه على كل ده وإنه جاي معجز عجز كلنا يا وحيالها كلا علوم تكلا أردن خيبة يا ملك وصهر يا oo marnaba aysan gaari karin cilmi kasta oo la sheegaa uusan quraanka intaas oo mail xataa u soo jiri karin uusan intaas talaab u soo jirin oo weligii cilmi kasta oo la isku dayo quraanka ma gaari karayo kadibna uu yahay marka manhajka ay aadanuhu ku dhaqmayaan kuwii rumeeyey khaasatan manhajka ay ku soconayaan marka ay manhajkaas qaataan inuu yahay maxkum u yahay markaas oo uu yahay midka iyagu isku xukuminayaan aan dadka manhajkaas qaatay inuu yahay marka mabda'ooda ay qaateen ee dastuur ahaan iyo u qaateen inuu yahay inuu yahay miithaaq ahdi la qaatay inuu yahay sidaas buu marka waxa uu yahay marka macallin mid wax baraya wuxuuna yahay munawir mid wax u nuurinaya oo iftiin siinaya oo mugdiga iyo meelaha mugdiyada waaweyn ay muddooyinka hore ku dhex muquuranayaan kasoo dhex saaraya oo munawir oo aan layd nal u ifinaya marka uu intaas gaaro qur-aanku buu wuxuu noqonayaa sababtii uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam usoo diray rusushkiisaoo dhanna usoo diray oo buu ku xaqiiqoobayaa oo ah inuu ahaa bashiir wa nadiir marka wuxuu noqonayaa mid mubashir ah oo u bishaareeya kuwa rumeeyey ee ku dhaqma rumayn kaliyama kusii dhaqma oo ficilaanku muujiya haddana sidoo kaleeto u digaya kuwa diiday ee ka gaaloobay ku kufriyey sidaas baa markaas oo intaas aad qur-aanka aad ku dabaqday ku samaysay ayaad muqadasnimadiisa xaqiijinaysaa marka sidaas qur-aanka oo marka muqadaskaas u yahay saas baan insha allah marku isku dayaynaa in waxaan isku dayayaa aan ka dhigo tafsiirkayga mid mar walbaba aan isku dayaya in aan ku salaayo sidii aan hore idinkugu sheegay fadhigii kan ka horreeyey oo ahaa in qur-aanka tafsiirintiisa la qaato noocyo fara badan oo ay ka mid yihiin tafsiir irshaadi tafsiir marka ithaar oo macthuur ah laga sameeyo oo macthuur ahaan ku samaysna tafsiir ilhaami iyo tafsiir iclaami anigu markasta marka waxaa u dhowaanayaa tafsiir iclaami tafsiir cilmaani inuu ahaado tafsiir cilmaani oo cilmiga ku salaysan tafsiir marka cilmiyan lagu saleeyo inuu ahaado laakiin tafsiir cilmaani oo waxaa weeye ma ila gaarayo heer aan ta'wiil sameeyo
وأيوة مركز ملي درجة ده ما أنا قارن قفكو أي نقدر كيسة أقعدة مركز تأويل كاس أو آه مركز إن آن إن أري بحين أهان قرآن كلو استعمالين سلو قضاحان كلية عن لو الله كلا عدين أو الله تفسيرين أما سوى حقود إيه تسنى يا أو لترال كيسة قالوا ده دحان و آن كلية لغو أكانين لغو أكادة تكنيكاليتي إن لو دحقل عنيف إن هر فرسما إن لو دحقلو فرسما داس أو مركز كينيسة إن لسي تحليليو يضع أو حيال بدن أو كلاتو سيداس لغو وافتشنا يو مركا إن قرآن كا سيداس أه بان إن شاء الله كسعونينا هدنا وحا آن مركا كسي بلاويا إنتي آن كفر فرتي أو أحايد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مركا وحا آن ربا إن آن إنتاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنتاس بان فرقا نان كود ما إنتوانا التفسير كذا سوطا إنتا مركا سرع إينا يانا وحا إتهاي إن مركا كواد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waxa wayan mark kama mid ahan ayadaha suuratu al-fatiha ama suuradaha kale kama mid ahan laakiin waxay tahay mid mar walba marka quraan la akhriyo lagu furfurto oo lagu bilaabo iyo markasta ba aad bin aadam ba tahay wax kasta ba aad mar walba hadalkaagu u bato in aad a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hadid wa tafsir kaada shaytan hadii aanu تاس مركز قرآن وإلهي كله يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هديب القرآن أخرين يسؤال أصف رسالة إن القرآن كأخرته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان كلفوجي كم جنكل الله هذا مركز كده مركز تاس في السر أنت عجوده حتى التفسير لكن مركز سفع عن الديران الرجاء وحان كسع جند أنا معناها بسم الله الرحمن الرحيم عنها بسم الله الرحمن الرحيم مركا وحوي سورة الفاتحة يعني شرح هذا دار والنائم دانا لكن علماء وحي بدنا اسكو خلافان إن بسم كان وكمدي هاي يين كلا يين وبكمدي هاي بسم كو أيام سورة ها كلا وردن إنه كتشرو بسم كاس عيات كمدي هاي iyey inaanu ahayn aayad kamid ah laakiin anigu waxaan marka u batay aan rajaxayaan naqi runta siinaya qaybaha aaminsan in uu bisinku kamid yahay quraanka kana mid yahay kiyayna aayad kamid ah aayadaha suurad kasta lagu bilaabo oo dhamaan 114 ka quraanka سورده وحاي كبلودان بسم الله الرحمن الرحيم مركا لغرر ابو سورة براء يدو براءة من الله والرسول كبل عبته لكن يدو براء وحا اقاضي بسن كيدي سورده سورة النمل وعاد اركيسان او لبتشير بسن كحيسته ومركا ايادة سورة ركز كجرتا الله سبحانه وتعالى وليه marka ay hadalka Balqis ay dhahayso inni ulqiya ilayya kitabun kariman innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim marka halka maadaama bisin kale ku jiro macnaheey 114 bisin waya iyo 114 suuradood iyagu marka labada suurada isku celceshadeen waxaan marka gudagalayna tafsiirka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدي أن آد أقول دار دار هذا إريادة نحو أهان تاوسي التفسيرية وحد عسين وقت وآد ونوغي رادة سيدا ترتيد وإنتي تبرتيا وحنكود دالي إن آن مهمتك قبطو أعوذ وحاويان أنبو وان مغنقليا مركا سيدا آياد دهور أنكو شاقي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ حويان وأمر إليك سين يقول يا عي أذو مغنقل الله هذا لكن أعوذ مركعة الحديث وان مغنقل يا وي أو معناها فعل أحد فعل دعية
أن أصعد مركز فعل كسب جلي سوية مركز سدا أسميسو أقرته أو حتى مركز وحوي وأنه فعل كنا كارد عيا أو تكس عنيسو تاسع نقنيسا إن مركز إلهي الله سبحانه وتعالى وحقه نفريا مركز دا أو أن درينه وحن شيطان إنه ندربينايا إنه لقت نقول فنايا إنه شك يرنقلنا يا إنه حالنا دوف دوف سن لا إيمان يا إن أن كعرفنا حاجة الله لنا أود بدن له أو مركا أن قبل هذا إنه مر والبابا إنه فعل كي يقول كي بس كده رأينا إن أن الله ما ينقلنا الله وحه سبحانه وتعالى وحه سورده فصلت كل أيام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أهدي أو كتابته أما أو كوكور سميع أو كوسيكو دوفسدو darbadi soo kugu dhufsa oo ma ay kugu timaado darbad lagu dhufanayo oo xumaan ah oo ka iimaaneysa xagga shaydaanka fastaqid billah allahaga kaalmo weydiiso almaha allahaga u carar oo magangal magangal oo allahaga ku carar weeyaan waayo isaga ayaa wax aad u maqla oo haddana cilmigeeda leh oo wax walba kuula socda. Aayadda korena waa annaga ku sheegnay marka aad qur-aanka akhrinayso mar walbaba allahaaga magangal oo shaydaanka la dheereeyey ka magangal. Marka acuudu waxa weeyaan waan magangalayaa, waan kaalmo weydiisanayaa, waan u cararayaa billaah allah waan u cararayaa allah. Marka mar walba waxa weeyaan waa ismi jaamic bi asmaa'i lxusna أسماء الله الحسنى مقعيد إلهي أون وناكسن مقع كوبيا وأرورنا يوي الله ويوحى كتسنا يا معنى ياشا أي كواسا إذو الكتسنا يا مركا وسيداس يهي بيسن كاس مركا أين آد مغنقشو الله هاس ومقعي سياسنا والله هاد استعماشي أو كوكوبيا مقعيدا كالتا غفور الرحيم العزيز الجبار الوهاب كل كوبيا marka halkaas baad waxaad ka magan galaysaa mina waxa ay ka soo tagid ka imaasho ash-shaydaani ar-rajim midka shaydaan shandadati waa ay u leeyahay waa magaca loogu sameeyo uu kacaya uu wuxuu sameynayaa kacdoon ka sameynaya markaas ar-rajim ee la dheereeyay la fogeeyay الله سبحانه وتعالى ويسكفه جيجي ويجي إن حريستي سو كفه جيجي كاس بان كعر يا وحن مجن وهاي أم مجن قال يا وهو عر يا حق الله سيد حسن الله الحي مرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحويان مر والبا إن أي أفكار كبرته خاصة مرك أدرنته وح يعني لبقى شيطان إنه كدوف سنة يا سيد عيدا ولا نوفر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن مركز سنا وقررت حق الرب قاعوية أو مر بعد سيد سوق شو إن مركز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاول يعني كان لديريجي كان لقفوجيجي نحرس الرب كان لقفوجيجي بين قاب النظام الله أردن كان لقفوجيجي ويا oo isagu markaas xumaan uu intuu sameeyo haddana ummadda kale ku sii doofsada marka sidoo ummadda u sii doofsanaya taas waxa weye markaa iyadoo tafsiir dheer u baahan waxaan kusoo koobayaa horta shaydaanku waxa weeyaan shayaadiinul insi waljinni waaye labadaba way jiraan shaydaan wuxuu kugu soo dugaalayaa kugu soo gabanayaa qof dad waxaas uu kugu soo gabanayaa ku wuxuu kugu soo gabanayaa markaa haddana jinni wuxuu kugu soo gabanayaa marka dad marka la yiraahdo dunyo oo dhan lacagay haato magac raadis haato wax siyaasad haato wax sababu kugu soo gabanayaa ficil kasta ayuu kugu soo gaban karaa
أنا حتى أكو هناك أيو كوكو سوكا فانايا وأيو مسجد كوكو فريسانايا مالكستوكو داريخ كستوكو فريسانايا إسالا وكودارتي لا أقعدن لهم صرادك المستقيمة وأن أوفري سانايا بلان بانكو قادي وأوفري سان دكا أد أورتي ولاية ألو إن أن دريق كوناكسن أوفريستا دريق كوناكسن مركي أس أدم بان أس يغر فريسانايا it means milk macnaheedu waxa weeyaan meel walba uu kugu shaki galin karaa marka shaydaanka sidaas ah ee meel walba kugu shaki galinaya ilaaha quraanka in badan buu noo sheegay oo uu ka hadlay marba si uu ku sheegay intaas oo dhan uu leeyahay ka carara ya allah ka magan kala kasoo fiiga asaga marka taas aayadahaas waa aayado fara badan laakiin tusaale ahaan hadaan kasoo qabano waxa weeyaan أنا مثلا الله سبحانه وتعالى وحولي يعي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطانك وحو كفر يا فقري يعني مركزه هدنا فقر وكو يبوها يا كو يريا وكو يريا فقري مركزه فقري أمرك وكو كاقن كوقن يعني فقر كبقيسه أيو مثلا وحو كورنا يا waxa way wax walba samee xalaal iyo xaraam iskaan xalaal kan ilaan xaraam kan ilaan xalaash kuma filnaanaysa marka aad inta aad hadii aad ka reeso aad raada xaraam waa ka cararaya xalaal kaliyan ku dhaganaanaya haddana waxa uu kaala dagaalamaya qaabka aad u bixinayso waxa uu ka dhigay wax ku leeyahay waxa oo dhan soo nifaacan mateedo waxa uu ma bixinaysid bixi wax walbaba markaas waxa uu ku gelinaya baab mubadhir مركزنا أو إله جري إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كون مبذر كاسا حفر ليا هي واحدة بقى أنكو حساب تمينين إن وحي نقنا يعني ولا لها شيطان كا مركز أنت صعدا ومركزو حكلا يعني يعيدهم ويمنيهم ومروا البابا من نيد يهوى بين بوكسيك لنا يعني وحو لا إله يعني فوسوس لهم الشيطان شيطان كاس مركو وشكشك قالينا يا دكي مسكح هذا وريرنا يا وحاول كوسا يا ومن همزات الشيطان لا لا يا شيطان ك هو ماكسيس هم وحيلا هوسكو شكشك يا نحن نحده وهوسك هذا عند أنا يا كوا كعر أنت أو مرك شيطان ك هذان تفسير كيس شيطان ك أنت أنسك جدا إنه واحد داره sida looga carrayo intaas oo dhan waa arrimo aad u waaweyn oo in la bartaayo muhiim tahay laakiin arrajimi kelmaddan arrajimi waxa weeye kelmad quraanka marar badan lagu soo noqon doonta hadaf aan ka leeyahay halka arrajimi hadheer in aan sii bayaaniyo haddii ilaahay naf lagu gaarsiiyo oo aan gaaro inaan fasirayo aayadda koowaad ee suuratu nuur aayada iyada ah marka aan maray meelahaas insha Allah waxaan taaban doonaa tafsiirka rajmi oo meelahaas macnaha quraan kuma jiro aayadaas quraanka oo dhan kuma jiro rajmi macnaha sida aan halka looga aaminsan yahay laakiin marka la soo galiyo waa xaqooda aan suuradaasi waxa ay farayso ah azaniyatu wa zani fajlidu kull waahid minhumaa 100 jaldatin marka waxaa jirta marka halka in culimo badan ay kala qaadqaadaan zina oo zina zani almuhsin iyo zani tayyib iyo siyaabaha la kala yiraahdo marka waxa xad meesha laga sameeyay baa jira oo ah xad rajmi marka xadka rajmiga aniga oo ka daba tagaya waxaan meesha ku fasiri doonaa kelmadda arrajimi ee haddana horta la haddii aan la yiraahdo markeeda ay leedahay haddii aanan intaa ka hor ka qabanin fadhi kale oo u gooni ah arrinta iyada ah marka rajim waxaan hadda isla sii ogaanaynaa in ay tahay kuwiin igu sii xirmaan doona haddii aan idmo ogaada waxaan rajim u aragnaa in ay tahay wax la dheereeyey la fogeeyey maxaana noogu sii daliil ah waxaa noogu sii daliil ah suurata maryam marka oo nabi ibraahim calayhi salaam uu aabihii la hadlaya oo ku leeyahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا. هل قدام بيسا آيات أنه قدام لا يحيى لئن لم تنته هدي أن كارم بجري نبي إبراهيم أبيه آزر أسلمت سمين تري وحجر إبراهيم وهذا كارم وحيالها أن هذا واحد سعني سمية هذه شقادة إذا أسوى ما ربتي حتى ما أنت حول من الشقادة يوم كو كورينا هذا دانا يوسي لها وعيسا هذا دانا أرنك كارن لأرجو من نكا وانكو رجمنا يا وهجرني مليا إغانا كور فإن فق إغكور طبان جيدي انتي آه إغكور يوكو يرى إغا عر وهجرني مليا إغا هاجر لأرجو من نكا مركا محاي نقانيسا لأرجو من نكا وحوان كفوغينا يا وان كو سيدا الشيطان الرجيم يوكلا بان انك كفرجيم كاديا كفوغينا يا مركزا اين مركزا ان كفوغيو حدبا وهجرني حدبا معنى تيبو فليجي لا ارجو منك دي كدبي وحجري وهجرني مليا انتي انا كم مسافرين انا وانت انا كبتو ان بدكالكاتو رينين اذيك حد اسكبور ميل فوقنا ايقعات وهجرني مليا. مرك هالك وحن كفى من التفسير ك رجم إنه أصل كيسو يهاي رجيم كاسو يهاي أو وهجرني لا أرجو منك أيسر أستحي. مرك هدو مرك هالك عم تجمع إن شاء الله يعني سيف فسيريا لكن هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت أسبان كأكين يا وح مركز أنت أسكدي ماشي سوكلا يا بسم الله الرحمن الرحيم بام بلعبنا بسم الله الرحمن الرحيم ان بعد اسوا اسك غراني سوا با حرف جر نحوها مركا لا ياغو ان مركا انها باب سببيه باي هلكا نقن سبب بني سببته يعني اسم مغا الهي اسم الله مغا الله بسم الله الرحمن الرحيم مركا إيه وحويان وحان كوب العاب يا أكلته ويان مقع الله كاسو الرحمن الرحيم آه الرحمن الرحيم وعصر نقننا لكن إن مقع وانقرني يا الله إن الله وهتان شقني وحوي اسم جامع بأسماء الله الحسنى مركا الرحمن أعود أدعنا سأسيتتشنا الرحمن وحاويا علماء مسلمين تاع القران كفسرتا سيابا كل دتون بي وفسرن مد باس او عنسن مد او عنسن ادي ان سو هرمريو حاويا ان لا اسك يراهدو الرحمن الله صاحب الرحمه قود اي ادونك ودن او او نخرسنيو واخ كاستا او نول ادونك جوغا كي إله سيقول قديس عاي وحمانت وحكست بشيء يا إنكري لفت جيسي وأسكر راح يسنا أسكنار أو برواق هذا سكتشنا كالله كاسة ما ينجا الرحيم هي بون حريستا جودلة هي دون كا هي الرحيم نحريستا خاص كا المسلمين تا أو جار كا ومعنى قيامها مركا حكم كود عقد عديه لو سلاس أنا تذكر أبدين جهين لكن علمذا مفسرين تاع القرآن كفسرتا وحاي دهان الرحمن وحاي يعني بدنا وحلي هذا معنى مدرس دور نوع باللوكل باللوكل فسرة ومدك هذا مركع هنا أي تاع الرحمن أي تاع نحرس تعام كا ومد الله هذا الرحيم من هنا مركع تاع الرحيم هنا أي تاع الرحمة خاص كا وتيه ده شغلي وح كلا اللوك فسرة إن أي الرحمن يعني بجلائل نعمته الله سبحانه وتعالى جلائل نعمته نعمتي وين انت وين انت او قد ان اي الرحمن اتحي الرحيم ان اي اتحي بالدقائق معنى معنى رحمة وين انت الرحمة رحمة وين اه ان اه ولا يكون حريصتي معكو ونحرستي إن عاد هيستد
نلاش قفل بهايستون برواق هذاس عقل هذاس مسك هذاس هذا الك كلا حاوين يسو درين كذا صح صدنا هذا هيستي دوان نحاول وينين تقيمة أنت نحرستا هذا الدقيقة هان قف بعد السيسي يا رحمت أسيقوني أو دقيق مركز تاس دقيقة سي دقيقة لو سيسي يا ومد مد كلاتا هذا الكلام مركز وحويا مرأي كلام وحويا هاي إن حرستي سا مد كواد أي تاي مد كلام مد لواد أي تاي مد كلام مركز وحايا تاي الرحمن في ذاته أسجل قديس الرحمن كأه إنه الله الرحمن الرحمن على العرش استوى وكلا إنه سب الرحمن كجاي وصف ذات تديس أي تهي الرحمن ذات تديس يعني سير وجاي سجع ويان الرحيم هنا في أفعاله يعني تهي فعل الذي س تحسن الروف سرام يعني الرحمن حاوي سجع عن وبالشيء ذا الرحيم هنا فعل الذي س الشيء جاي تحس مركا و يعني سدا سوا قاب وجه سدا اللي ده كره يدنا علماء بدن باقفتا ان مركا waxay tahay marka naxariistaas guudba kulli la isku dhamaanaya oo Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghaliz alqalb lam fadhu min hawlika an waxa wayan hadii ayan wuxuu leeyahay mar walba naxariistaas fa bima rahmatin min Allah waxay macnaheedu ayo ka ahatay sababta naxariista oo xaqqa Allah ka timid awgeeda ayaa linta lahum aad u jilcaysa dadka Nabi Muhammad (sallallahu calayhi wasallam) walaw kunta fadhlan qaliid alqalb lam fadhu min hawlika hadaa saahan lahayn min madaxada go'an naxariistaas yahay lahayn oo qabiid ahna lam fadhu min hawlika way ka kala yaac ilaahayna aqtaada way kala qarar ilaahayaan marka kulli horta naxariistaas bay marka tusinayaan لكن ماشا مرة حكوا شرط مركة تندم بتفسير كدمبل راع أو علماء فكر كدمبلة والرحمن في ذاته داعية والرحيم في أفعاله داعية كواس مركة الراع وأنا جنا مركة وحن كسي دريا سيد أن تفسير كاس وأن يعني قابكلو إنه أسي شيء ده الكاس تاسو حين قنسا إن كلمة الرحمن وحي كلون قن كرتا حرب صلة حريرين حرق وحسكو حريرية مقنسة حرقة وحسكو حريرية مركة وحسكو حريرين يا الله إيجا وحقو أبو ريادن حرقة معني الله وهل كاسكرة معنى الله مركسة يا حرقة يا كل حير حيران وحو البابا حرق با وحو البابا معني قفو البابا هل حرق با كو آدن والله كو حير يا مركة أي سيدة استحي معناه الرحمن كاسو يجي مركا يعني تاس بقى مركا وحين نقانا يسا ان الرحمة حريك اسبا وحا كسي دحتر الرحمة مركا وحرير حريك او الرحمة ويان وهي الرحمن وحان دحني وصفة ذاته ان اما الرحيم وحان دحني صفة افعالي وحان السلاسان دحني مركا ان الرحمن وحين قنسا مركا مقع أو كم دام مقع يد إلهي أو كل منا يا سيدي الله أو كلاطع مقع ياشي أو كلاطع يعني مقع ياشي كلاطع أو الله أو سقال إسعاشن كأهبي كل منا يسع مركا سيداس أو كل مسا مركا وحين قنسا إن حرق بن قنيا حرق اسم مركا أو نقطة وح نقنسا نحرستي إن أهيد درينك أن درين أو عاد فد نحرس أهان قلب تلاعي وهلك هو يعني هو كنا قصة يا مركع أنا حرق أسكو فسرنا وحاول نقول يا صفة مقع وإلهي لي جاي نقول إنسان مقع أس والله لي جاي أو أحرق كده حيا هلك إن رحيم كينا مركع وحاول نقول يا وح أن نحب وقد أجنبي جاي إنجليز كوا حلو جرا هذا ان حلوا حريق او كلاتو horizontal iyo vertical balira vertical and horizontal waxa wayan taas ان markaan sameyn horizontal ka kala ان afsoomaali waxa ku noqonaysa ان waxa noqonaysa gudub iyo ان iyo dadban
aan hadii aan qaldanayn waxay noqonaysaa mid dadban iyo mid toosan. First call saana marka waxay noqonaysaa mid oo ah toos ah, mid kale oo sidan ahna waxay noqonaysaa horizontal oo ah dadban. Sida ugu fiican oo ku fasiri karo waxay tahay qaab maamaha Soomaalida ay sameeyaan waayo dhexa oo ah la jiifiyaano banaan, la joojiyaano banaan. Soo la joojiyaano banaan waa marka waxay noqonaysaa the first halka ay la jiifiyaano banaan waxay noqonaysaa horizontalka. Markaan ku dhahno haddana Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman waxay noqonaysaa la joojiyaano bay noqonaysaa, waa xiriirka adiga iyo Rabbiga idin ka dhexeeya. Ar-Rahim waxay noqonaysaa xiriirkaas marka oo Ilaahay sameeyey, naxariista Allah ayaa ku xiran, waa adiga iyo Allah bay idin ka dhexeysaa. Waxa ay ka mas-uul tahay mar walbaba xuquuq qublo ah, xaqa adiga iyo Allah idin ka dhexeeya waa mid. Marka xaqa Allah aad qirto baa waxaad u soo dhaadhacaysaa xuquuqu naas, haddana xaqa adiga iyo dadka idin ka dhexeeya. Ar-Rahim baa markaa soo galaysaa oo ah midkii horizontalka ah ama dadban ama la jiifiyaana ah. Kaa markaa gashid waxay noqonaysaa xiriirka adiga iyo idinka dhexeeya dadkaaga, waa kuwii ku dhalay, kuwii kula dhashay, kuwii dad kuugu dhow, kuwii aada isu dhaxdeen, kuwii ummadda oo dhan, noolaha oo dhan, waxay nafi ku jirtay iyo waxaa nafi ku jiran haddana kulli, dhir iyo geedo iyo xayawaano iyo macnaha jamaadaad kulli baa markaa xiriirkaa la dhaxaynayaa. Oo muxuu yahay xiriirkaas? Wax walba waxbaa xil baa kaa saaran, awood baa kaa saaran, sida ula macaamishuna Allah subxaana wa tacaala eegayaa. Markaa haddii markaas halkan marka naxariista Allah haddaan dhahno oo Ar-Rahmaani aan dhahno waa naxariis kelmad ahaan, waxaa iman kartaa tafsiirka qur-aanka ee aayado kaleeto in aysan ku habboonaanin ba kelmadda raxmada. Marka aan si haddii aan laakiin xarigga oo xiriirka aa u dayno markaa meelo kale oo Ar-Rahmaani qur-aanku soo aroortay bay noqonaysaa inay ku habboon tahay in xiriirkaas xariga ah loo daayo. Waayo tusaale ahaan isla aayaddii hadda mar dhowitaan akhriyey uu maaragtay shaniga arrinta nabi Ibraahim iyo aabihiis qisada dhexmaraysa ay tahay baa waxa uu leeyahay yaa abati abahayow inii akhaafu anigu waxaan ka baqayaa an yamasaka cadaabun min Ar-Rahmaani in uu ku taabto uu ku daaro cadaab oo ka imaanaya Ar-Rahmaan ka naxariista. Marka Ilaahii naxariisanayay cadaabkiisa buu ka imaanayaa. Marka meeshii waxaa imanaysaa naxariis iyo cadaab isku meel ma soo galayaan. Kii naxariista macnaha uu caamka ahaa oo haddana cadaabkaas sidaas ku sii samaynaya, waxaan taas marku sii eegaynaa si macnaha aan u dayno kelmadda marka uu Ilaahay markasta Ghafuur Raxiim iyo dhahayo, macnaha meeshii ay ku habboon tahay wax kulul cadaab iyo sidaas ah. Marka Allah subxaana wa tacaala shadiidul ciqaab iyo sidaasuu dhahaa, meeshii naxariis iyo wanaag iyo fiicnaan ahna kelmadaha raxmada magacyadiisa raxmadu ku isticmaalaa. Marka sidaas nagoo dhahayna yaa waxaan haddana eegaynaa Allah subxaana wa tacaala aayado badan baa waxa uu ku sheegay in naxariistiisu ay wax walbaba ka xoog badan tahay kana sarreyso. Oo tusaale ahaan Allah subxaana wa tacaala waxa uu ku leeyahay suurata Ghafir, Ghafir aayadda lixaad ayaa waxuu ku leeyahay si barya ahaana rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilman, rabbiyow waxa aad ku waasicisay wax walbaba naxariis iyo cilmi. Marka Allah naxariistiisa, rabbi naxariistiisa baa buuxisay meel walbaba. Aayad kale marka ayaa taas hadan haddaan ku sii akhrino waxa ay tahay suuratu waxay ku jirtaa suurat Al-Acraaf. Allah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay qaala cadaabii usiibu bihi man ashaau waraxmatii wasicat kula shayin, cadaabii usiibu bihi man ashaau waxaan cadaabkaygu ku asiibayaa kii aan doono, waraxmatii wasicat kula shayin
حريستي إذا أياس كواس عهاتي كل واحد والبابا ومعني مركز عذاب كاس لفت جيسا أيو معني أسبع معني الرحمة ديسا أيو عذابك وقفك كو عذاب يا حتى نحريس بالي شرطة إلا إن إم بدن أو دم بقول ها باك بون روح حسابين أو كجوي مركز إن يروح حسابي مركز هدي أنا هالكاس مركز حكار إيماني سا تفسيرك عام كأه لو ذي قانو إيه الرحمن الرحيم نحرس تسجود هتر يا الرحيم مد خاص كأه أو أنا المسلمين كليا نوقع كأه إنك استمر كمسلمين تي هدنا أي بقول فرق سكيهم بقول كعاد كحول بعنا كليا نوتعي أنا كليا نوتعي نقول إيش هذا بقى ماشى صحيح كسور كذي ساعة الرحيم هنا ده نور نحرس أنا كليا نوقع ويا آخرة وحك سور كذي ساعة آية ضحكن الله سبحانه وتعالى وليجاي والرحمة وسعت كل شيء نحرست إذا وحكست وكواسع نقطة الطبع شيء يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إن ربنا وأذق يا رب وأذق يا كواسع يجي نحرست هذه يا علم وح والبابا وإن أنت هسكسي در المك الله سبحانه وتعالى وحب آية عد وسعت وليجاي سورة أنعام كجرتا أيوه وح ولي يا الله إن كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة الله رب أي أسقى أسكو قري نفتي أسكو قري نحرس مرك الرب أسقى أي نحرس أسكو واجبي ويا إنه نحرس ده سقى مرك سأو نحرس أنا يا وحاميش مرك موقني سا دون كنا كله نحرس أنا يا آخرنا مع الكود دمبيلي يا شاء وأن حريصنا يا لكن حريص تاس بواحد كل جاريسا أيدي تيار لون حريصنا يا أي هدنا نار متيسنا يعني وين حريص تي مركا مركا أن أي بقول كنا دمبيا هدي كنت لقط ديمو كنت كلام مركا أساسين أجين كنا نار لكن يقولون حريص لعن معها كوا كنا ذا قال كل هذانا وحي كوغل يعني رحمة الله بكوغل يعني سيدا حديث قال حديث بضن عيشة قطي ونبيك عليه الصلاة والسلام لقصة وليئين وجر حتى عانيقا با وحن كوغل يعني حريستا ربي آيان كوغل يعني عمل كيغا كلي اسكماح لين يوكمقل يعني مركان حريستا الله الدون كان يا آخر هذا إيمال والبابو وانو واسع وانو تعالى اين كلمدا مركا الرحمن يا الرحيم معني كذا سيد وقف عن يعني سير رأسنا وحيتاي معنيه وقدم بيجي شيء آه أنا تاي الرحمن أنا تاي صفة ذات صفة ذات الله الرحيم أنا تاي صفة أفعال الله سبحانه وتعالى مركز وح إن شاء الله هذا صفة سير ده أنا أيضا كلام لسك كعشنا يا مركز وليبا وحفي عن إنا نكسو قبطة آيادة الرحمن على العرش استوى آيادة سينا نمردن قويني أفسره آنيبا اسكو ديايا إن آن الرحمن على العرش استوى آن كوهشي سيو لبا جانب لبا كوحاد ومانتي سومالي دا ميلو با إيشوغان او أهلبا دا هروين دا كلاود واتا لبا دا waan nin koox waliba ay wadato kooxda ugu badan wadato waa kooxda la yiraahdo suufiya iyo kooxda la yiraahdo salafiya marka salafiya iyo suufiya waxyaalaha ugu weyn ee isku hordiyaan baa waxa kamida ar-rahmaanu ala al-arshi istawa si aan marka isku keeno in kalmada ar-rahmaan tafsiirkeeda maan dhan ka dhigo yaa daalayno in si markaas markay ar-rahmaan fahmaan ay labadooda magacaba iskaga dhigaan oo magaca Ilaahay ugu talagalay oo muslim ay u qaataan halkaas baan markaa maanta ku akeenayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.